كثيرا من الناس الصالحين إذا ذهبوا إلى بلد أعداء الإسلام ورأوهم متمسكين بالدين تمسكا صحيحا، ليست المسألة مسألة لحية فقط أو تشبه، يحبونهم ويقدرونهم، يحبونهم ويقدرونهم ويثقون بأمانتهم، يثقون بأمانتهم. واللحية ليس لها ذنب، إذا رأيت صاحب لحية كذابا، وإذا رأيت صاحب لحية خائنا، وإذا رأيت صاحب لحية سارقا، العيب ليس في اللحية، العيب في صاحب اللحية. أما اللحية ليس عليها عيب، وهي من خصال الفطرة، وهي أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر بها وأوجبها. فأقصد أن هذا ما يبرر لك أن تحلق لحيتك إذا رأيت من أهل اللحاء من لا يستقيم ومن لا يعتمن، والله المستعان.